ثمانية سبعة على جسر الميادين متظاهرين أشفال والطيانة، كنا سلميين والله لا نحمل أي شيء سوى العصل المحطوط فيها الأعلام واللافتات. نسعى عليهم سلمية عند الجسر وبلشوا بإطلاق النار، إطلاق كثيف حي مباشر، وصابينا صبتانه وطعنوا بسدي خمسة كان بجنب يميني طعنوا السيارات الاسعاف تسعف يضرب الرصاص علينا، السياره انا اجيب بيها فوق الاسعاف بيها يضربون وتكسر من فوق انا واحنا بقلب السياره وهي اسعاف سياره اسعاف يعني عزل لا نحمل اي شيء ويضربون عينا. هذا يحاولون بالرصاص الحي مباشر، اي حوار مع هذا النظام. دير الزور مدينة القرية أحد المصابين من قبل عناصر الأمن. حجي أبو محمد أيها كلك خلي لحد يا أخي معلوم أحد شباب الطيان المصابين من قبل عناصر الأمن ويعالج الآن في مدينة القرية. اقترح على بشار وبدك بإذن الله. بإذن الله. والله ما مهما تضرب بينا والله لا. لما طلبنا الحرية. الحرية كرامة عدالة حرية بس. لا حوار. لا حوار مع هذا البيت. إذا كان حوار الرصاص معنا لا حوار. هذا ما